لك حاجه بس. طيب فيا اخوان هذه سيد سكر ماي، خلي يخلصون سكر ماي. اوكي اي بس حط كتم شوي، حط كتم شوي يا محمد. انا ما يهمني، انا ما يهمني اذا انت تستفيد ولا لا يا محمد، انا يهمني اخواني واخواتي السنيات اللي في البث، هذول اللي يهموني، فحط كتم لو سمحت. فيا اخوان، رؤيه الشاب الامرد كانت من النبي صلى الله عليه وسلم رؤيه منام، قالوا لا انها كانت في الاسراء والمعراج وتحققت، ورؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم إلا كل شيء صحيح. لا حبيبي، لأن في كتبك رؤية النبي هي من الشيطان أم من الوحي؟ يا حبيبي ممكن بس تهدى شوية وتحط كتم عشان نوضح، ممكن لو سمحت. شوف أنا يعني قاعد كلامك أنا مجرد ترقيع وليس شرح. لا لا أنا أتكلم في الدليل، أنا أتكلم في الدليل. أنت ترقى. لا إله إلا الله، حط كتم لو سمحت يا ضيف، حط كتم. خلنا نوضح للي موجودين، أنا أذكر المصادر، تحب تتأكد راح أتأكد، ما تحب تتأكد ما تشوف شر، حط كتم. فيا أخوان، كانت رؤية منام من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من قال أن لا، اللي ما يؤمن في رؤية الشاب الأمرد هذا زنديق ومدري ويش، طبعا من علماء السنة ولكن كلها روايات ضعيفة. طيب فالشيء الثاني يا أخوان، أن الشيعي هذا محمد ما يدري أن الله سبحانه وتعالى يعني صحيح مسلم ضعيف. شوف بس أذكر صحيح مسلم ضعيف، أنا أسمع بس دقيقة، هو قاعد يتكلم شبهات يا ماجد. طيب محمد سكر ما خلي خلص محارش، أنا ما رح حديث يكون ديني. والله ما هو براضي، والله مو راضي يقفل المايك. طيب فيا أخوان، الشيعي يحتج على السني، بس لما نكلمه في كتبه على طول يخاف. طيب يا ضيف، ممكن أنت تنكر رؤية الشاب الموفق ابن سن 30 هذا من هو؟ ممكن تقول لي من العالم اللي قال ان الله نزل على صورة امي وحاشا لله سبحانه وتعالى؟ هذا الامام، اسمع، هذا الامام السجاد عندك يقول، اسمع، يقول تفضل محمد، فان الله يقول يشبه نزل على صورة ام الامام. طيب التجسيم يا أخوان، التجسيم لو تقرون كتب الشيعة ما راح تلقون تجسيم أكثر من عند الشيعة. حنا أتحداك تستدل علينا في رواية غير رؤية الشاب الأمرد وضعيفة، ومستعد أطلع لك مصادر أقسم بالله أقراها لك تكذب رؤية الشاب الأمرد مني إلين بكرة، وكلها من علماء أهل السنة والجماعة. ولكن إن الله خلق آدم على صورته، هذا موجود عندك في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق بسند صحيح، رواية صحيحة. والمقصد هنا يا ضيف، شوف أنا أدافع عنكم بعد، لأن إن الله خلق آدم على صورته، إن مو يعني الله يشبه آدم يا حبيبي، مو إن الله يشبه آدم، ولا إن الله طوله 60 ذراع على طول سيدنا آدم، هذا كان التشبيه لسيدنا آدم حبيبي. ولكن أنت إذا كنت تفهم فارسي ما تفهم عربي وما تفهم كلام العلماء فهذه مشكلتك. الشيء الثاني حبيبي، لما تذكر التجسيم اقرأ كتبك وتعال اعرف التجسيم عند من هو. أما رؤية الشاب الأمرد فأنا مستعد تقدر تقول لي أي محاور شيعي وأواجهك فيه أنا، وأجيك وأقراها معه أنا، أحاور فيها، وإذا حجني لك اللي تبي. الله يبارك بك يا محارش، خلنا ننهي أمور هذا الأمور. محارش هدي ما بدي أفوت بالقسم السياسي، بس محارش يعني سبحان الله دائما يعني يدخل على المجال ويتكلم عن الموضوع. جدا، انت فتحت موضوع الرجال، وضح من كتب الرجال وبس. مهن انا بنزل يا مهدود، انا بنزل وشيء ولازم اجاوب لين اطرح شغله. حماد نحول النقاش الديني، خلاص نقاشنا تمدد ايراني وبس، ولاه الفقيه وبس. بدقيقه اشرح الكلام اللي يتكلم به. احنا بالاصل عندنا التوحيد بالله عز وجل، أن الله ليس كمثله شيء، ولا ذو الأبصار ولا يعينه أي، وهو ليس بجسم وليس بشيء. هذا لدينا. طيب ما دون ذلك. محارس أنا خلاص بنزل ماجد ما راح أصل. انزل طب قست محارس، انزل الله يكرمك يا رب. على خشمي، ابشر انا ماجد، والله ما انا شوف ماجد، انا مو فاهم عليك، والله فاهم عليك، بس احنا ماشيين بسياق، بالله عليك لا تبعدنا لا انا والله ناجي الزلمه، والله تجيب له القران، مؤذن القران مو معترف به يا زلمه، لا
يا ماجد يا ماجد، انا ما لي شغل فيه والله، انا ما ابي احاوره والله، انا اصلا بس كانت نيتي ان انا بحاور حق الاخوان اللي موجودين في القسط، الاخوان والاخوات الاخوان السلميه. والله العظيم ما هم يعني جماعه اكيد يعني اي بس انا والله ما 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 اصلا انا ما ابي اتكلم في الحوار، لان كلمته قبل وعرفت انه يتكلم في تحريف القران وامور واجد ويكفرنا، فما ما يحتاج احاور، عرفت؟ بس والله كنت بوضح حق الاخوان والاخوات بس حبيبي، والعذر الله والسموحة يحفظك يا يعطيهم الحاصل، الله يكرمك حبيبي. يا رب. أنا حياك بستأذن منك، العذر والسموحة يا لا حبيبي. ولا يهمك حبيبي، الله يعطيك العافية والله يجزاك الخير. الله يعافيكم. شلونك ماجد؟ شلون يا صحتك؟ سيد شو مكيف بلندن؟ شنو؟ بريطانيا عم تعطيك رواتب يا سيد؟ الله يسمع من حلقك. الله يسمع، الله يسمع من حلقك. سيد بس سؤال، بالله سؤال، أحسي لك من كل شيء، أنا مليت والله من أمور السياسة وهذا. إيش قصة لك ببريطانيا قاعد؟ والله أنا يعني أكثر من 30 سنة عايش بأوروبا، أكثر من 30 سنة ببريطانيا، بريطانيا بالتحديد، بريطانيا عدة سنوات يعني. شقد يعني؟ أي مكان لو يقولون أنا رايح يعني. أنت قلت لي أني أحمل الجنسية لبريطانيا صح؟ أنا ما قال أحمل جنسية، أنا أحمل جنسية القلب. على القلب كم جنسية عنده؟ جنسية القلب أكو إيراني وبريطاني. أصدق من قلب أكو، أنا جنسية قلبي. لا قصة حب لا تنتهي بينك وبين بريطاني. هسا الموضوع بدي أسلم. لا حبيبي لا، اسمع لي أول شيء، أنا بدي أسلم الكلام. بدي أسلم تحية للحاضرين الموجودين. عيب ما حد يريد سلامك، ها تفضل، كلهم ما حد يريد سلامك. ما يريد بكيفك يعني، حكمت على الناس بدل. تفضل تفضل سلم عليهم. تفضل، ألف تحية وسلام للحاضرين الموجودين باللايف، شيعة وسنة ما يختلفون، كلهم نور عيوننا وتاج رأسنا، وإن شاء الله إحنا بإيد وحدة نحرر فلسطين المحتلة. وتحية خاص، تحية خاص للأخي محمد الرافضي، نور عيوني، جواباته كلها صحيح، متين، محترم وبالعلم، وتحليله كلش قوي. وان شاء الله سألك سؤال يا ماجد، قال لك ان شاء الله انت وين؟ قلت بالإدلب، ها؟ قال ان شاء الله عن قريب نلتقي، وان شاء الله اني ادعي، وان شاء الله نلتقي هناك ونشوفك، ونشوفك انت لابس بلدة بيضاء، فانيلة بيضة وعلم بيضة رافعة، وتقول لبيك يا علي، لبيك يا سيد علي خامنئي. عن قريب ان شاء الله نشوفك يا ماجد. طيب سيد، انت بديت الحوار بكلمه حلوه، قلت السنه والشيعة اخوان صح؟ ايه، بس محمد يقول كفار. لا لا، انتوا جايين لنص الطريق. اسمع 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 محمد، اسمع. افتح مايك محمد. محمد رد عليه، دع يقول احنا اخوان، ترضاك هالكلام؟ طبعا السيد لا مخطئ السيد، لا اقدر اجاوبك اخي، انا اصغر منك يعني بالعلم وبالذني، بس امام علي عليه الصلاة والسلام شنو يقول؟ يقول يا احنا لو بالدين لو مو كنا بالاخوة، ها بشنو؟ بالانسانية، نظير في الخلق. صحيح، ايوه، يعني احد الشيعة والسنة اخوان بالانسانية، هذول الاخوان السنة لاعبين بدماغهم يعني، مو سوشهم خطيه. 1400 سيد سنة. سيد يا سيد، أمية سنة. لا تنط لا تنط لا تنط، السنه والشيعة اخوان بالانسانيه ولا اخوان بالاسلام؟ حبيبي انتم جايين نص الطريق يعني، من اخوان بالانسانيه اسمعني. ولا اخوان بالاسلام؟ سؤال، اسمعني، بالانسانيه بالانسانيه بالانساني زين، وبعدين انتم من ممتاز يا شباب، احنا والشيعة رجال جماعه، هو مسلم، احنا والشيعة اخوان بالانسانيه، بالانسانيه بشر وليس بالدين. يعني انت بالدين كافر، اليهودي اخوه بالانسانيه، المسيحي اخوه بالانسانيه، البوذي اخوه بالانسانيه، وظيفه كل بشر الهندوسي اخوه بالانسانيه، فلا تفكر حال انه اخوه معناته انه حبيبي. اخوان حبيبي، احنا حتى الكفار بنحترمهم. نعم اكيد، حتى الكفار بنحترمهم، لحد شو وقت لما جروا سيف علينا هناك نذبحهم واحد واحد، ما عندنا مانع.
انتوا جريتوا السيف علينا، انتوا اخواننا، انتوا قلتوا لا اله الا الله محمد رسول الله، بنص الطريق جايين، باقي بس تقولون عليان ولي الله، ذاك لو تكملون تصيرون شيعه مثلنا. ما عندنا شيء، نتفاهم وياكم، نحكي وياكم لحتى تقولون عليان ولي الله. سيد سيف، انت قلت جريتوا السيف علينا وجريتوا وذبحتوا الشيعه وقتلتوا الشيعه. وين باسل؟ باسل وين رحت باسل؟ هناك احنا نوقف بوجهكم، انتوا طعنتونا بظهرنا، طعنتوا الشيعه طعنتوا الشيعه من انواع اقسام سيوفكم وسمومكم في هذا. باسل باسل حوطنا ورا الثوره الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. واي مكان احنا اي لحظه تقربنا على اسرائيل ندمر اسرائيل، انتوا وقفتوا بوجهنا. صح، لهذا السبب احنا نقول لكم انتم محترمين، ونحاول كما تشوف ليل ونهار نساعد اخواننا في فلسطين. نعم بس سيد احس موضوعنا مو فلسطين على فكره، احنا باتحين موضوعنا على سوريا والعراق. سنه يا مو سنه، فلسطين سنه بس نساعدهم. يا سيد يا سيد اسمع لي، انت تو قلت السنه نحن اخواننا بالانسانيه، واسرائيل اخواننا بالانسانيه. شويه نص الدين يا ابو يا ابو، يعني فلسطين اخوانك بالانسانيه واسرائيل اخوانك بالانسانيه، انت ايش لك علاقه بالنص؟ حبيبي خلقة، لو نريد نرجع على خلقة البشر وشنو نريد نسوي، الله شنو يريد منا نسوي على الأرض، ومو ما جاي الخالي بلاش، لازم نتعايش نتعارف ويا الله. طيب تعارف مع إسرائيل يعتبرون إسرائيل؟ يا 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 سيد، وجعلناكم ماجد. الله سبحانه وتعالى بالقرآن شنو يقول سيد؟ بس إذا سمحت سيد اتفضل. سيد حجي محمد اتفضل. زين الله سيد ماجد، بالنسبة لسنة فلسطين أيوة. وين كانوا السنة خصوم لنا؟ نحن لدينا شرف. صوتك شوية ضعيف يجي أخي. علي علي صوت محمد، قرب قرب على المايك. حاليا صوت واضح؟ إي هالساعة أحسن. إي نعم، أقول لك حتى لو كان السنة خصومنا فنحن لدينا شرف بالخصومة. فالسنة اللي موجودين في فلسطين نرى أحقيتهم في هذه الأرض من إسرائيل. ليش حقيقة وما لهم حقية؟ محمد ركز معي. لا هم كانوا طب ركز معي، ركز معي أنت، بس ركز معي، خذني عقد عقلي خيو، اسمع لي. هاي الأرض فتحها عمر بن الخطاب، معي أنت؟ طيب لم تكن للعرب موجودين صح ولا لا؟ طيب وهاي الفتوحات من كان موجود؟ اسمع لي، عمر الخطاب لا فتحها بأمره. اسمع لي خلاص أهم الرجال، والفتوحات سمعني. الإسلامية عندكم هي اغتصاب بأمر آل البيت، اغتصاب الأراضي وإرهاب صح ولا لا يا محمد؟ طيب طيب إذا الفتوحات اغتصاب وإرهاب، أنت شوكم علاقة بفلسطين يا محمد؟ طيب فلسطين فلسطين الموجودين حاليا شن دخلهم بعض؟ ما أنت بدينك مانك معترف بالفتوحات العمرية لفلسطين، ما أنت معترف بابنه ايه. فأنت ليش معترف فلسطين حاليا؟ أي مجاي يقول لك حاليا الفلسطين اللي مولود حاليا في هذا الزمن شنو دخل بذاك الزمن؟ طب هذول احفاد عمر واحفاد معاويه واحفاد ابو بكر. طيب هي مله الكفر واحد السنه ولا اسرائيليين؟ لكن طيب ليه دافع عنهم؟ معاكم كفار بس ليه دافع عنهم؟ لان ما لهم احدهم استنجدوا بالشيعه. هم ما لهم احد ينصرهم، انتوا تخاذلتوا عنهم. جميع اهل السنه تخاذلوا عن نصره فلسطين. بطل ماي ما دخلتوا لهم. بطل ماي شنو؟ شنو بطل ماي؟ عمر ما قدرت تدخل. بعدين انت اذا تريد تتكلم، ترى عمر هو الذي اعاد بناء قبه الصخره في كتبكم. قبه الصخره اليهوديه اللي موجوده حاليا، عمر الذي اعاد بناءها. لا تقصد على الفتوحات. قبه الصخره اليهوديه؟ انت باي حوزة؟ اليهودية كتبكم، روح راجع الكتب التاريخية. انت باي حوزة تعرف قبة الصخرة مسلم للمسلمين اليهود؟ بعد شوي والله محمد اليهود بعد شوي. هيزع شلونك الهيزع؟ ماجد مساك الله بالخير. الله يسعدك. اولا الله يكرمك، صار زمان معنا بالبث ولا من جديد؟ لا يا ماجد من زمان انا معاكم. لا معنا بالبث حاليا. ايه موجود من زمان. ايه يعني محمد تعرف انت القرآن محرف، الامور هذه نعم وضحت لك؟ نعم نعم ممتاز. لا تجاوز وخذ راحتك، هو مشان ما تنطيه مجال يتجاوز عليك.
ممكن على مداخلة صغيرة يا ماجد؟ أنت ايه؟ أنت سيد توك دخلت سيد، معلش أعطي مجال غيرك سيد. ها؟ تفضل هيزع، خليه هيزع يتكلم. مداخلة صغيرة، شوف اللايف بتاعك وأنت صاحب اللايف، يا وجهنا وجه اللايف للفقه والشريعة والدين يا سياسة. شوف سيد سيد أحسن أنت اسمع لي، سياستكم مرتبطة بولاة الفقيه، مرتبطة بالإمام المعصوم، مرتبطة بالدين. هو الإسلام، الإسلام الحقيقي. خلاص هاي سياستكم فلسطين المحتلة، شنو رأيك؟ يا سيد اسمع، ما دخلنا بالله، لا تسمع علي، تمددكم مبني على عقيدة، صح ولا لا سيد؟ سيد ممكن أسألك سؤال؟ تفضل حبيبي. طالما جبت طاري فلسطين، هل تعلم صلاح الدين لما حاول يحرر فلسطين بدايتها من اللي اعترضوا ومن اللي طعنوا بالظهر؟ ما ادري انت تفضل، انا اسمعك عندك معلومه. قول الفاطميين اللي هم انتم اللي هم انتم، تمام؟ يعني انتم بس اتركوا فلسطين بحالها، والله العظيم لا تتحرر، بس ابعدوا عن فلسطين. 75 سنه احنا تركناها بحالها. خلاص حط صامت، حط صامت، حط صامت. محمد وين محمد؟ الشباب المشرفين، بس نقطة المشرفين الله يكرمكم، نقطة. وبالفعل أقول لك شيء، معلومة ثانية، صلاح الدين اتكلم مع السيد، نقطة نقطة، صلاح الدين كان كردي، هذا واحد، تمام، كردي، هو من أهل السنة، هذا واحد. احنا ما عندنا فرق. والثاني معلومة ثانية، أنتم من وراء صلاح الدين خسرتوا فلسطين، ها، وكل شيء ما قدرتوا تسوون، عندكم سلاح. أبو يوسف أعطيتك إدارة الضيوف، أي واحد يتجاوز تنزلوا، تمام؟ كل شيء ما قدرتوا تسوون، بس شنو تريدون تسوون؟ احنا بس بدينا، تحركنا، انساند اخوانا بالفلسطين. زين انت شنو ساندت؟ انت طعنتونا من ظهرنا، بالفعل انا ايراني، ها؟ اقول لك انا. زين اعطيني اسم ايران واحد استشهد فلسطين، اعطيني اسم ايران واحد استشهد فلسطين. ممكن؟ اسم واحد. اليوم هذول الشهداء ما تشوفهم؟ اسم ايراني، اعطيني اسم واحد. حتى شهداء. حبيبي انت ما يا تسوي نفسك بالهذا بالهذا حبيبي بس انت اعطيني اسم شهيد واحد دولية، هذا لعبه امم، ها، شهيد واحد من العالم، اصمت اصمت اي من سنة اللي بلدك انت، اسمعني السعوديه من الامارات، كل يوم بالسوريا الحبيبه ننضرب، اسمع اصمت، ننضرب بالعراق، ننضرب شهداء، نطي مثل ورود قاعد نطي. زين نسولف ولا لا؟ هذا على منو؟ انت انت شوف. انت حرمه، انت حرمه، خلنا نتكلم، حط صامت، اسكت وانت شاب، انت حرمه، حط صامت، شواربك وينيش اول اخر خيرك يا اخت الكعبه، ما تحكي وياي هيجي. شفتوا يا اخوان، لما الايراني تحجج بالحجه راح يسب وراح يطعن، وهذا ديدنهم، وهذا هاي عقيدتهم الطعن والسب والقذف، والله العظيم. انت سبيته بالبدايه، مو انت هو. اصمت انا ما سبيته، انا قاعد اقول له اصمت، خليني انت اللي سبيته، انا ما سبيته، هذا قلت له انت حرمه، قاعد اساله سؤال، هو اللي سب، ليش السب؟ انا ما سبيت، يعني أنا يعني يصير انا اقول لك هل امك قحبه؟ هل أمك قحبة؟ شوف أنا ما راح أسب، أنت يلا جاوب، هو سؤال جاوب، يلا أنت تريدني أسبك عشان تنهزم. شوف اللي 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 ذكرتها هذه اللي 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 تمارسوا، وين اللي تمارسوا؟ بالخيم، أم حازم هي اللي تمارسوا بالخيم، هي هاي هي حشم من يسمع، والحشيمة للناس اللي موجودة بالبث، الخيم وعاشوراء، هاي هذن هن اللي مارسن الشيء هذا، تمام؟ والمتعة والإيراني وقسل الجنابة من تحت رجلين الإيراني، يا أبناء المتعة، شوفوا يا جماعة، هم تلميعة الفرس وتلميعة الإيران شلون تكون عن طريق أنه أمريكا تضربهم كم ضربة، بعدين الناس تشوف شو تشوف أنه والله هذول هم المقاومين، يكذبون عليكم. ايش فيك انت؟ ايش فيك؟ السلام عليك، ايش فيك انت؟ كل مكالمة لاقيك وتسوي مشاكل اسمع يا خالد، اسمع يا خالد. وعليكم السلام. هذول ديدنهم انه امريكا، والله هم وامريكا اصدقاء، وهم والصهاينة اصدقاء، اقسم بالله الفرس والصهاينة اصدقاء، ولكن شلون يريد يلمعونهم؟ شلون يريد يطلعوا لكم ياهم بالوجه الصح؟
يحاولون انه يضربونهم، يحاولون انه البارحة الحوثي هو نفسه سب عمر اللي فتح فلسطين. الحوثي سبه، يجي الحوثي اليوم يريد يصير هو مقاوم مع فلسطين. تمام خلنا نسوي احنا بلاد العربية نزين يا بلاد العربية. خلنا نسوي احنا يا بلاد العربية ما عندي حل. انا نسوي نفس ما سوت ايران. انا اكشف الكذب، ما ألعن من إسرائيل إلا إيران، ما ألعن من إيران إلا الحوثي، لكن خلنا نسوي أنا شيء في ذي السفينة ماسك لي إياه، خلنا نسوي نفس ما تسوي. ليش راح نحن طيب الأمة الآن حال الضعف نحن نعلم هذا الشيء. يعني نحن جبناء من الآخر. لا يا أخي أمة محمد ولاد، وأمة محمد فيها خير، ولكن ولاد يا ابنها خلاص بدأت حرب عالمية يعني احنا بنهاية العالم خلاص. تقول لي الامة، هل انت لك نفس روح تخلف بعد تجيب امة تترحل فلسطين؟ يعني بس لا، احنا مهمتنا نكشف للناس اللي ما تعرف. للناس انت مو فيصل قاسم، لازم نتحرك. انا اطالب من كل الشعوب العربية يا خالد بث ماجد لو شوف احنا مو بث اصلاح الامة، احنا هنا بث نكشف حقيقة ايران ومشروعها بالمنطقة فقط. هذا احنا جايين عشان الناس كلها تعرف من ايران لا تغطى مي حزب الله، ايران لا تغطى مي زمزم. بس خلينا نكمل يا بس رحمة لدينك، انت تعبني من زمان. ايران لا تغطى مي زمزم ما يطهر، مستحيل. هو الايراني يكره الايراني، الايراني تمام. في ناس اليوم من أهل السنة تقول لك إنه إيران هي الوحيدة اللي واقفة بوجه إسرائيل. هذا ناس غسلت مخها. أنت شنو مهمتك بالوقت هذا؟ مهمتك تبين للناس إنه إيران مشاركتها في فلسطين فقط لتلميع وإعادة تدوير حشى السامع زبالة. لما يصير عندك مخلفات تريد ترجع تستخدمها من جديد، لازم ترجع تعيد صياغتها. فإيران والحوثي وحزب الله وبشار الأسد هذول كلهم مطايا عند إسرائيل، فلا يأخذونكم بالكلام. والله عمركم شفتوا حرب مدة 40 دقيقة؟ شوفونا القصف. أنا مستعد. حياك الله الحي زعي، الله يبارك بك ويحفظك. حياك الله يا خالد. الله يزعي. الله حي أصلك، الله حي الحر، يا مرحبا. الله يرفع قدرك يا رب، يبارك فيك. أنا بيك، الله حي الحر، والله أنك تبع من زمان. طبعا يا أخوان الله يسعدكم. يعني شفتوا أنتوا الأمة اليوم سبحان الله من قهرها من 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 ضيمها حاسة بحالة ضعف. كل أمتنا العربية الإسلامية حاسة بحالة ضعف، وحاسة إنه ليش إيران قوية، رغم إنه تخيلوا أنتوا إيران محاصرة. تخيلت محاصرة قبل من 40 عام، محاصرة وسيطرت على العراق بعد انسحاب أمريكا. أمريكا وقت راح تنسحب عرفانة هيك ذهنيا، ما هو المخططات، عرفانة إيران راح تسيطر، يعني عرفانة أمريكا أساسا، يعني معقولة تغيب عنها السالفة. فسحت المجال عام 2011، ركز، فسحت المجال لما لإيران بالدخول، فاهمين شلون؟ فسحبت أجندات ودخلت سوريا، استمرت بمشروعها، انطلقت إلى سوريا. فهذا المخطط الغربي الإيراني مكشوف لمن؟ اللي عاش اللحظة، سواء بالعراق سواء بسوريا. ولكن سيد ما سبيته، تخيل هو بلد شوف صلى على رسول هيزر لايك. باسل تفضل. ما هذا الشاب هو اللي سب الإيراني، هو اللي سب الأول. هذا كمان صعب يقول له اسكت انت حرمي، ليش ما عم تسكت؟ ام هو صار يسب؟ ليش تسب يا سيد؟ هذا تعلمت بالحسينيات؟ ايش بك سيد، ايش بك؟ ليه تسبسب عليهم؟ ليه؟ انا سبيت، انا فد يوم شايفني اني اسب؟ شايفني اسب؟ ليش تكذبون؟ صيروا رجال يا هيزعي. لما سبيتك، لما ما احترمتني ما احترمتك. زين سيد، انت تقول صيروا رجال، اسمع، انت تقول حرمه. انت ايراني ما لما الرجال تسمع. انا قاعد اقول لك اسمع، شواربي يسوى ابوك. انزين اعطيني عنوانك بلندن. اسمع اعطيني عنوانك، جاط على راسك والله. انا بلندن على راسك، اعطيني عنوانك. لا عملك هيزع بالله عليك والله. صور البرنده سيد. انا بلندن سيد. صور البرنده
صور البرندة يعني صور بلندن انت وين؟ اسمع صور البرندة صورها صور تعطينا العنوان سيدي. تعطينا العنوان اقسم بالله انا بلندن شوف انت وين؟ أنا يا سيدي هزع هد انا سيدي. اجيك اجيك والله اجيك لندن هزع هزع شوف انت مو مظهر ابوك بس امك لو ما تجي لي والله تمام تمام صوروا صور البرندة اجيك بكره ورب الكعبة اجيك بكره انت لك يا 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 خبيث زين قول لي وين عنوانك قول لي بس دليل انت حتى ما تقدر تبين وجهك بين ابشر ابشر انا لبين لك اكشف وجهك ابشر بعز طول بالك هيزع اسمع هذا اسمع هيزع اني رجال اني رجال مبين اسكت اسكت انا جيتك اعطيني عنوان سكر سكر هيزع بالله هذا لا 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 بس دقيقه معي يا المرتبط مع المخابرات البريطانيه ما عندك مشكله ما عندك مشكله المخابرات البريطانيه والهذا اعطيني عنوانك بلندن بكره يا خالد خالد لا معلش احكي تفضل حبيبي تفضل الكلام اللي حكاه قبل شوي هذا الايراني بيروح ب 60 دمس اسمع دمسوني ايراني ما العب من اسرائيل الا ايران فهمتني هو وشاربه يعني هو خميني حدي بالله عاد شوي اخوان اسمع اسمع خالد انت عميت اسمع بس اسمع حدي بالله عليكم بس هدي شوي بالله خلني بس انا هاي زعب عدنك بس سكر ماك شوي بالله بعدنك إيه بس خلني اسولف مع سيد سيد افتح مايك افتح مايك اي تمام هدي شوي ما جاب اي واحد هدي شوي سيد سيد يا سيد قول لعنة الله على بريطانيا نعم طلعنا بريطانيا وامريكا واسرائيل وكس خواتكم كفو عليك سيد سجلوا اللايف دزوا لاليزابيث بدزوا جدته اخت اليزابيث وابو لا لا نزل نزل هذا سكران هذا سكران نزل انا لا والله لا سكران زين زين اعطيني عنوانك انت مو سكران فصاحي عاش 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 جمهورية الإسلامية الإيرانية ولاية الفقيه وحرس الثوري الإسلامي ما تروح تعيش في إيران الشعبي اللهم صلي على سيد نحن السنة نحن ملوك الأرض يا سيد زندبات جمهورية إسلامية إيران نحن السنة نحن أحفاد عمر يا سيد زندبات سيد علي خامنئي كيرات كسخار مادر هركي بعدين خالبي مادر هركي هر مادر جندي باشه زرب عليك وعليه إسرائيلي باشه زنب أكشاش قايدين يا سيد 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 بسي نمي ترسين سيد فارسي قلت لك يا سجلت يا سيد نحن سجلت؟ السنة نحن ملوك الأرض يا سيد أنت وين 1400 سنة يا ول ضحكتني يا أخي ليلو نهوز عن إسرائيلي يضربكم ويدمركم أهل السنة وصلوا للبرتغال أنت وين أنت سويت ما قدرتوا إلا إحنا إحنا شيعة علي زين زين لا تغير الكلام علي بري منكم علي بري من عندكم ايه انتوا قولوا هذا الحكي يبقى علي قول علي بري من عندكم اكثر من 1400 سنه خذلتوا الناس المسلمين اخذتوا حق آل البيت دمرتوا آل البيت شردتوا آل البيت سكران صار بالاسلام لا والله العلي العظيم عادي عادي هيزع يعني بربك يا زلمه ايران يعني زلمه مع ولاده يعني عادي لو سكر هذا كلام الحق ما تقدرون تسمعوا سيد سيد خلنا أقول لك كلام الحق أنت زلمة للنبي أنتم تقولون هذا شاعر مجنون سكران يا سيد 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 هدي شو هدي شو هدي روق إيش بك معصب يا زلمة أنت قلت إنه نحن 1400 سنة حكمنا الأرض صح ولا لا والله خذنا بدا مو بالحق 1400 سنة إحنا حكمناها أنت والحس حاكمين 10 سنين سيد تاريخكم وين معناته ما كان بوشيعة صح حبيبي 600 سنة على المنابر كنتوا تسبونا ذبحتونا غيرتوا الدين غيرتوا الأحاديث بني أمية بني أمية الليل ونهار كان يسب الحكم بيدكم هسا أنتم مو تشكون تقولوا سوريا حكم أنت وين كنت أنت وين كنت أيام جدك وين كان أنتوا 600 سنة بني أمية ليل ونهار اشتغلتوا على آل البيت دمرتوا آل البيت أخذتوا دينهم أخذتوا مكتبهم أخذتوا كراسيهم مكتبهم عليهم مكاتب آل البيت ما يعني قصدي دف قصدي يعني عربيتي شوية فهمت عليك أنا زين يعني كل شيء أخذتم منهم دمرتوهم هذا البلاء قاعد يجي على المسلمين ليل ونهار من وراء هذا المصيبة اللي أنتم سويتوا على آل البيت طول بالك طول بالك هيزع سكر مايك هيزع خلنا نعرف بالله عليك يا زلمة
سيد طول بالك يا زلمه. بالنهايه بالنهايه باذن الله الحكم والسنه. احترم نفسك، احترم لما واحد يحكي وياك احترم نفسك. هدي هدي سيد، بالنهايه الحكم للسنه ان شاء الله، وانت باذن الله راح شغلك ناطور عندي باذن الله. سنة والله شغلك ناطور سيد. هدي يا زلمه مختلفين. ها مختلفين. السنه النبويه الحقيقيه انت والسنه النبويه. انت تقول مو ان شاء الله الحكم للسنه؟ ايه انا اقول ان شاء الله السنه النبويه الحقيقيه ان شاء الله. وانت راح شغلك ناطور عندي سيد، ما راح اخلي احد يحكيك ناطور. والله شغل الف الف. احنا اخو شغلناكم قاعد ليل ونهار تختمونا. ماجد 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 شغلتونا. ماجد ترى مسوي خوشكم ماجد تختمونا. بس اي خالد وصل معي الفكره بالله عليك. بس الوهابيه الخليجيه ليل ونهار كان يرقصوكم. مو مشكله مو مشكله سيد، اعطيناكم شرف، اعطيناكم شغل عمل صالح اعطيناكم يا سيد. بس عندك امامك الخميني حلل المثليه. احكي هذا لنفسك. لا 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 تريد تعصبني والله. لا 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 امامك الخميني اسمع لي والله اراويك الفيلم. اسمع اسمع امامك الخميني مشرف حلل المثليه كان يتمارس جنس ويا بنت اخته. وينك وينك اسمع لك قاعد الجبهة النصرة كان هاي تمارس جنس ويا بنت اخته لزموه انتو لزمتوه في صورة منه. يا ولد اسمع اسمع الخميني يحلل المثلية اسمع علي. شو اسمه نائب الخامنئي كان يسوي دورات لقطوه مع العجان وراح بقضية. شوف ما تقدروا تشوهون تشوهون سمعة الشيعة. انتو ناس تنابل مع احترامي اكثركم جبناء. لا 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 شباب ودع يتجاوز والله قادر انزله بس مضغوط مضغوط ما عنده ما عنده شباب. اسمع لي اسمع لي شباب بالله عليكم بس ركزوا شغله. لا عنده تاريخ، لا عنده امجاد، لا عندهم شغله زينه للاسلام، لا عندهم شغله زينه ما عندهم ما عندهم مفلسين جماعه مفلسين فاهمين شلون؟ لذلك مضغوط مضغوط. اقوى شيء عندكم اللحيه بيضه طويله بس. والله والله يبين خياسكم. سيد سيد انت ليه ما تروح تدافع عن تدافع عن الحسين وتروح تقاتل في سوريا ولبنان؟ احنا اذكياء اصلا احنا كل شيء بس احنا عريناكم عريناكم بينه وبين فلسطين هذا حرب الغزه الموجود عريناكم بانما انتم جبناء سخفاء. اي شيء وسخ بالكلام انا ما اعرف عربيتي ضعيف زين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خلاص فقعت معاه العجيب والله. قسم سليمان بارك سيدنا محمد قثيت ام ام طلعت قاسم سليمان من قبره قثيت سويت فيه. خيود احد هذولا سيد من الحرس الثوره الايراني تمام وكلهم قاعدين بلندن قاعدين ببريطانيا كلياتهم فاهم شلون؟ جماعه مفلسين ما عندهم شيه عندهم فقط حقد. ما يطلع حقدهم غير تعصبهم. اذا ما عصبتهم ما يطلع حقدهم على فكره ولا يطلع صدقهم الا وقت تعصبهم. لازم يطلعون يعصبون عشان يصيرون صادقين لان هم مرتخين يكون يظلون يسولفون بهداوه والاخوه وما اخوه. عصبوا تعرف حقيقته على خير. فهذا هو السيد وهذا هو دينهم وهذه هي اهدافهم يعني. وعندهم العرب يشتغلون خسمه يعني يشتغلون قراسين عندهم حتى شيعه العرب يشتغلون قراسين عندهم فاهمين شلون؟ يعني الجماعة أبدا أبدا ما يمتون للإسلام بصلة بالعكس يستوطون حيط العرب كثير. هذول شلون يقولون عنهم الحفاة بجماعة الجمال وجماعة الحصان البعير أي جماعة البعير وهي شو أي والله هذول هم يا معلم. هذا جماعة البقيع ولنا بقيع لك إيه ما تدحت حاط صورة الحوثي تعال تعال البقيع إيه تعال تعال جيبوا جيبوا مخزن غات الحين وي. يقصف مكه ويقول الموت لاسرائيل والله العظيم اقسم بالله دي يا اخي يا اخي ديني يضحك اسمحوا لي يا شيعة والله ديني يضحك يا اخي. انا مؤمن ان القائد اخترت عز النفس استعدادا working and not ما شوف يا اخي زين صدقني ما وايد قوي ما شوف مكسور القلب
تشرف اي حد عشان وليه هالمطر بالذات ريح.